مباراة اتحاد بلعباس وشبيبة القبائل كانت بدايتها محتشمة من الفريقين، وبعد مرحلة جس النبض مسعدية من جانب الشبيبة يتوغل على الجهة اليمنى ويسدد وكرته تعلو العارضة الأفقية، ثم نفس اللاعب رأسيته تخطئ الشباك. بعد هذا انحصر اللاعب في جل فتراته في وسط الميدان، ولم يتمكن الاتحاد من الوصول إلى منطقة عمليات المنافس إلا عن طريق الكرة الثابتة التي أهدر من خلالها المدافع قادة بن ياسين فرصة ذهبية لافتتاح مجال التهديف، لتبقى الأمور على حالها لغاية نهاية الشوط الأول. المرحلة الثانية دخل اتحاد بلعباس بإرادة كبيرة وكأنه استبدل فريقه بالكامل، وشن عدة حملات هجومية أربكت كثيرا دفاع الشبيبة، خاصة عن طريق اللاعب حمزاوي الذي كان وراء المحاولات الخطيرة. وفي الدقيقة 62 الاتحاد يستفيد من ضربة جزاء بعد عرقلة سيريل في منطقة العمليات، ويسجلها البديل حميش في أول كرة له في المباراة، وكاد الاتحاد أن يعمق الفارق لولا سوء استغلال هذه الكرة من حميش. بعد هذا خرجت الشبيبة من قوقعتها وحاولت نقل الخطر إلى المنافس، إلا أن محاولات ماروسي ومسعدية لم تأتي بالجديد. وفي الدقيقة 85 الحكم حواسنية يشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ماروسي بعد تلقيه لبطاقتين صفراوين، وآخر محاولة في اللقاء كانت لصالح الشبيبة عن طريق حديوش الذي سدد وكرته جانبت العمود، لتنتهي المواجهة بتفوق اتحاد بلعباس بنتيجة هدف دون رد أمام شبيبة القبائل. Malgré qu'on n'a pas eu les trois points, le match de Sétif, celui de l'Alma, mais je croyais en notre équipe, vu que la progression venait au fur et à mesure. Aujourd'hui, le حقيقة نشجع العناصر تاعنا على الروح القتالية التي كانت فوق الميدان، وخاصة الإرادة وروح التكتل. Comment dire, ils étaient solidaires sur le terrain. كرئيس ولا ما فهمتها يعني. كيفاش بدينا المقابلة يعني اللاعبين اللي المدرب دار واللي بدل كيفاش بدل المباراة تاع اليوم يعني ما تشرفش شبيبة القبائل. سي ديفيسيل دو دير دي بارول كوم سا، مي انا جو بونس كو لونترينور ا فايي دون سا ميسيون. Et dernière réunion, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête ou voilà, voilà, parce que mais comment une bonne équipe comme ça, une deuxième mi-temps catastrophique, on va trouver la solution parce que maintenant je ne kimmelouak là, voilà.